بس كلام. ذهب الأخير معاك طه، نقول لك اللي انت قلت عليه من شوية، فعلا هو في وكالة في اليابان مخصصة باش ان انت تكون عندك حرية الاختيار ان انت تمشي للوكالة هذه المخصصة لإيجار النساء والرجال اللي هم يمثلوا في تمثيل بارع ويتقن في الدور بطريقة مش طبيعية، لدرجة ان في ام يابانية تعاقدت مع رجل غريب باش يلعب دور الاب مع بنتها الصغيرة بعد ما ان الاب الحقيقي سيبهم، يعني هو هجرهم نهائيا ومش معاهم، وهي صغيرة في العمر هذه البنت باش يتفادوا موضوع النفسية وان هي من غير اب وانه 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 وانه. فيا مادة هذه التعرض كانت ان هي ممكن تتعرض لمشاكل نفسية في نموها، بالنسبة لي نمو عقلي او نفسي زي ما قلنا، فبعد ما ان تعرضت حتى لمضايقات من المدرسة في من زملائها وهكي، قررت الام ان هي تمشي لها الوكالة هذه وتأجر أب. فهل أم هذه اتصلت ومشت فعلا ووفرت لي البنت هذه أب؟ في البداية كانت البنت عبارة عن أن هي مش متقبلاتها، ولكن بعد أسبوع 10 أيام فعلا بدأت تتعلق بي وحباتها، فما نعرفش أنا هذه مش حبتها، لكن أنت شو رأيك؟ أنا رأيي بصدق شيء غريب جدا، ما في شيء يعوض حنان الأب، ما في شيء به أجرتها اليوم وبكرة وبعد بكرة وكذا. هل إنك أنت واثقة إن الشخص الغريب هذا، إحنا عندنا حاجات غريبة تصير لي مثلا زوج الأب لما يتعرض لأبناء هذه الزوجة اللي تزوجها، فهنا هل أنت بتثقي في الشخص هذا اللي مع بنتك، بتثقي في المرأة مع ولدك؟ يعني بيتعلق بها بيحبها بطريقة، لا بيتعلق بها، هنا الحب ما عادش يصبح أم وأب ولا لا مش طفل وأب، فيصبح حب يعني مو جائز له حتى مع الوقت لو هي بالضبط بالضبط كيف كنت بنقولها هذه بالضبط يعني. فممكن يطور الحب هذا لان هي يعني ممكن هي ممكن تحب انه تسبوها وهو لا بالضبط يعني. لان احساس الابوه ما فيش اي مشاعر خارج عن الاراده فهنا غلط. ايضا هل هو حل جذري ان الاب هذا بيكون يقعد مش حتى يقعد زي ما قلنا اليوم مثلا عندها اب غضو عندها اب باهي بعد 20 سنه هي مش حتقولها هذا مش ابوك، مش حتجيها صدمه نفسيه اكبر من القديمه بالضبط. فأنا نقول الحلول هذه الجذرية غير بالذات مع الأب والأم أو مع الحبيب، مثلا تأجري حبيب يوم عيد الحب، يعني شنو هو الاحساس على نفسك؟ هذا واحد يكذب على نفسك. أيوه. تأجري ممكن تأجري صديق يمشي معك تعطيه فلوس مش لازم تأجر أصلا، خذ صاحبك اطلع معه بالضبط. مرات ما عندكش صديق، مرات انت في منطقه مع اصدقاء ما عندكش تقدر، لكن اب وام او حبيب هذه صعبه شويه. يلا طول يلا ماذا بينا ما يكونش ان شاء الله اول مره نقول على خبر ان شاء الله ما ينتشرش في العالم يعني يكون غادي بس. يعني مكملين مننا اليابان الى الصين ودولتشين غابانا اللي تلغي عرضها قبل ساعات بس. ليش؟ طبعا هذه الدولات الفتره اللي فاتت مواقع تواصل واجده وهيك، الفكره وين ان في الصين سحبوا منهم العرض بالنسبة لدولتشي غابانا قبل ساعات بسيطة بس، بعد ما جو الضيوف بتاعين العرض وبعد ما جو كل الناس اللي حيحضروا الحفل هذا والعرض بتاع الأزياء الغلهم العرض بتاعهم. ليش؟ لأن هم دايرين دعاية زي اللي فيها مسخرة زي ما قالت جورين اللي هي لها علاقة لهم يتسهكوا على الصين من ناحية شنو، اللي هي جايبين موديل أسيوية تاكل في البيتزا بالشوبستكس بالعصيات هتوه. مش معقولة. فهم لها السبب اعتبروا ان هم موضوع هزل، موضوع ان هم يتسهكوا عليهم، موضوع ان في إهانة للصين بالضبط، في إهانة بالضبط حتى هو في عنصرية، فهذه كانت سبب ردهم القاسي على انهم يلغوا لهم العرض نهائيا. حتى بعدها صاحب دولتشي غابانا نفسه هذا المالك الرئيسي ستيفانو غابانا هكروا حتى حسابه، وقعدوا يخشوا من خلاله يديروا في مسبات ويديروا في حاجات، لين هو بعدين على طول رجع ورد قال لهم ان هو يحترم كليا الثقافه الصينيه واعتذر، وهم قالوا في منهم كتبوا حتى ان هم حيقاطعوا فعلا داروا الحاجه هذه، حيقاطعوا هالماركه وهالبراند اللي هي دولتشي غابانا، فسبب هم بجديات ان في الحاله الاقتصاديه بتاعهم والمبيعات وهيكي نزول في خلال ايام يعني. فالفكره ان هم فعلا اعتذروا لهم وفعلا قالوا لهم ان احنا متاسفين على اللي صار، ونحن على اساس ان احنا يعني خلينا نقول اللي هي بمعنى ان احنا نحترمه في الثقافه ومش كاين قصد لهالموضوع.
فشوف انت فيش لعبه مع الصين يعني. طبعا الصين كوكب الصين كوكب اليابان كوكب الصين العظيم واليابان العظيم فرائع جدا انني نحترم ثقافه غيري، نحترم راي غيري، نحترم الحاجات اللي يدير فيها غيري. لو اني انا ناكل بالتشوب ستكس هذه نحترمها عشان فيها جميله جدا. بالبيتزا يعني بالبيتزا يعني هي قد ما حاولت ناكل بها ما قدرتش يعني قد ما حاولت صعبه باللوح وبالحديد عندهم حتى حديد على فكره هي فما قدرتش ناكل بها ولكن نحترمها زي ما احنا ناكلوا بيدينا. مرات هم البازين يضحكوا علينا ناكلوا بيدينا ولكن ما يضحكوش احترم ولكن نحترم يعني فيها لما يشوفنا يجوا يحاولوا يستغربوا ممكن يستغربوا لكن باش يضحك عليك لا بالضبط. فاحنا لازم نحترم ثقافة وعادات وتقاليد ايوه ثقافة احترام الغير وتقبل الغير عندنا نبوها لازم ضروري يعني ان شاء الله. فعلى طول نمشوا لثالث وما قبل الاخير بالنسبة لاخبارنا لليوم والعالميين اللي ماشيين معهم اكيد من بداية اخبارنا لتوا مع سنوب دوغ وتحصل على نجمة هوليوود اللي هو يعتبر نجم عالمي ومن الأسماء اللي بجديات يعني خلص بصمتها بسرعة بسرعة من أول أغانيه يعني في العالم كله. فتحصل الأسبوع هذا على نجمة خاصة باسمه في ممر المشاهير بهوليوود في تزامن مع احتفاله بمرور ربع قرن اللي هو 25 سنة على موعد إطلاقه لألبومه الأول بعنوان دوغي ستايل. وطبعا زي ما نعرف أنه هو زي ما قال منفذنا يعني أنه هو اللي مغني مع تامر حتى حسني. أنا اللي عجبني في بصمة المشاهير إنها جميلة جدا زي التكريم هي رب. هي تكريم وأنا أكثر حاجة عجبني فيها إن هم لما كرموا محمد علي كلاي ما حطوش النجمة في الأرض تكريما لرسول الله محمد للإسم حطوها على الجدار. هي النجوم كلها في الأرض تقدر تمشي عليها وكذا فلما جو لنجمة محمد علي كلاي ما حطوش في الأرض فهذا شيء تقدير حتى يلعب الاحترام اللي كنا نحقه عليه النجمة حطوها في الجدار باش أنه تكريما للإسم ويكون خالد وفي نفس الوقت يكون في احترام وما ينعكسش عليه لأن محمد علي كلاي طبعا كرم وخذين النجمة وأسلم هو فغير اسمه لمحمد علي كلاي جميل جدا. أتمنى يوم من الأيامات يكون عندي نجمة إن شاء الله يا ربي حتى كنا هيك يكون عندنا نجمة. على طول لآخر أخبارنا لليوم وفرنسا بس نسمع شوية من تامر حسني النجم. I'm the hero, the man, the head of the castle. No misunderstandings or no types of hassle. All agreed by the one you were beat by. The only way is my way to follow my lead. I shape you, make you a better woman. With more hugs and plugs and better loving. Cool as the breeze, the flowers in the trees. Assalamu alaikum, see outside me. تامر حسني حتى هو اللي خلى بصمت اكيد لما غنى ودار مع الديو الجميل هذا سنوب دوغ بجديات يعني كان ولا اروع وحاجات حلوه صراحه اليوم. فمنتقلين مع العالميه وفرنسا لليوم ومعرض يضم اعمال فنيه عن مايكل جاكسون في باريس في حيث انه هو في معرض درو في باريس خاصه للعالمي الراحل مايكل جاكسون. ليش داروا له المعرض هذا؟ تكريم ليه ولروحه وحطوا فيه وعلى جدرانه جميع أو بعض خلينا نقوله الصور واللوحات الفنية والأعمال الفنية اللي يستلهموا فيها من مايكل جاكسون.